السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلابنا الكرام، طلاب الصف الثامن، في درس جديد من دروس اللغة العربية. درس اليوم بعنوان قصة من أوراق البحر، الجزء الثاني. درسنا سوية الجزء الأول من شرح هذه القصة، أرجو منك أن تراجعه قبل البدء في سماع الجزء الثاني، كما أذكرك أن هذه القصة على 3 أجزاء، فأرجو منك أيضا أن تحرص على متابعة الجزء الثالث. أهداف الدرس أن يحدد الطالب بعض السمات الأسلوبية التي وظفها الكاتب في قصته. الهدف الثاني أن يستخلص الطالب عناصر القصة القصيرة بدقة من أوراق البحر لعبد الرحمن المناعي. عزيزي الطالب، إليك تذكيرا بما شرحناه في الجزء الأول. قرأنا القصة قراءة صامتة واستخلصنا الحدث الرئيس، وهو مواجهة الغواص بدر للوحش أثناء صيده اللؤلؤ، وحددنا الأحداث الفرعية. كذلك تناولنا العلاقات بين الكلمات الترادف والتضاد بالتوضيح، وقمنا بعرض ملخص للقصة. وأحثك عزيزي الطالب على قراءة القصة مرة أخرى، وذلك سيساعدك على فهمها وزيادة حصيلتك اللغوية. والآن نسترجع عرض ملخص القصة مرة أخرى لتفتح مصدر التعلم على الصفحة المبينة أمامك، وكن منتبها بارك الله فيك. ملخص القصة: بدأ الكاتب قصته بتصوير مشهد خروج الغواصين وهم ينشدون للتسلية والتحفيز للصبر على رحلتهم الشاقة، متوجهين بسفنهم إلى أماكن تواجد اللؤلؤ الذي يتركونه لعدة مواسم حتى ينمو، فيعودون لصيده كما يرى النواخذة، ويختار قائد كل سفينة أقصر الطرق للحصول مبكرا على الرزق الوفير من اللؤلؤ. ويسترجع الغواصون ذكرياتهم في قريتهم مع أولادهم وزوجاتهم. ثم تبدأ الأحداث مع الغواص بدر الذي بدأ الغوص لصيد اللؤلؤ، وفجأة شعر بشيء فوق رأسه، فأدرك أن الهيرة تنمو فيه كائنات خطرة، وازداد قلقه عندما أحس أن هذا الوحش يقصده هو بالذات، فتذكر وصية الأجداد فكانت سببا في نجاته. ثم تتطور الأحداث إلى لحظة الذروة، وأخذ بدر بالصعود إلى السطح ببطء، والوحش يخترق الموج بسرعة، ووصل بدر إلى السطح وضرب الوحش على رأسه. وهنا تصل القصة إلى نهايتها، فما الذي حدث يا ترى؟ تعالوا بنا نتذكر أحداث قصتنا. الآن افتح الكتاب المدرسي على الصفحة المبينة أمامك، واقرأ النص قراءة جهرية واضحة معبرة متمثلة المعنى، فذلك سيساعدك على تنمية مهارة القراءة وزيادة حصيلتك اللغوية. استمع الآن إلى قراءة معلمك، سأقرأ لك جزءا يسيرا من القصة، وحاول أن تقرأ كما يقرأ معلمك، وأكمل بقية القصة واقرأها بشكل صحيح. ارتفعت أصوات الهولو من الأشرعة البيضاء
وأخذت البيوت الطينية تبتعد عن أعين الرجال، فقد خرجت السفن إلى عرض الخليج في مجموعات صغيرة، ما لبثت أن تفرقت هنا وهناك. اختار كل قائد سفينة أقصر الطرق للحصول مبكرا على الرزق الوفير من محصول الهير الذي هو غاية المراد. وعادة ما يتركون الهير لعدة مواسم ثم يعودون إليه من جديد بعد نمو اللآلئ بداخله مرة أخرى، إلا أن الأمر في كل هذا متروك للنواخذة، وما على جميع بحارة السفينة إلا السمع والطاعة. وتشق السفينة عباب البحر قبل أن تصل إلى الهير، وعلى ظهرها يقبع الرجال يحلمون يسترجعون الصور الجميلة وذكريات القرية ولياليها والزوجة والأولاد. وكثيرا ما تهب نسمات الصيف القادمة من البحر فتلفح وجوههم الهادئة، فيغوصون أكثر مع الأحلام الجميلة. أدعوك لاستكمال قراءة القصة قراءة جهرية معبرة حتى تتقن القراءة بشكل صحيح. الآن افتح مصدر التعلم على الصفحة المبينة أمامك، أوقف المقطع وأجب بنفسك عن هذا السؤال. وظف الكاتب عبارات تصور الحياة الاجتماعية والاقتصادية للصيادين قديما، اذكر مثالين على ذلك مبينا دلالتهما. مثال الحياة الاجتماعية، نعم، قول الكاتب: أخذت البيوت الطينية تبتعد عن أعين الرجال، نعم، تدل على بساطة الحياة وضيق الحال. مثال الحياة الاقتصادية، نعم، فاليوم يبدأ موسمه العشرون والمحار كثير، دلالته نعم اعتمادهم على المحار في حياتهم ومعيشتهم. عناصر القصة، انتبه معي بارك الله فيك إلى عناصر القصة. من أهم عناصرها الزمان وكذلك المكان. أيضا من عناصر القصة الشخصيات، والشخصيات تنقسم إلى شخصيات رئيسة وشخصيات ثانوية. كذلك من عناصر القصة أيضا الأحداث. أيضا من عناصر القصة الحبكة. فكل هذه عناصر القصة. أيضا من عناصر القصة العقدة أو مشكلة القصة. الآن افتح مصدر التعلم على الصفحة المبينة أمامك، أوقف المقطع وأجب بنفسك. متى تأزمت أحداث القصة؟ وماذا تسمى هذه اللحظة من أحداث القصة؟ نعم، تأزمت أحداث القصة عندما تسمرت عينا بدر على الوحش المرعب. وماذا تسمى هذه اللحظة؟ نعم، تسمى هذه اللحظة في أحداث القصة بالعقدة. انتبه بارك الله فيك. أيضا افتح مصدر التعلم على الصفحة المبينة أمامك، وأوقف المقطع وأجب بنفسك عن هذا السؤال. السؤال يقول: حسب فهمك القصة وعناصرها املأ الجدول الآتي: الزمان الزمن الماضي، المكان عرض الخليج، الشخصيات الرئيسة بدر، والشخصيات الثانوية أهل القرية، النواخذة، الغواصون. الحدث الرئيس في قصتنا تعرض بدر لمهاجمة سمكة القرش. النهاية أو الحل: ضرب بدر لسمكة القرش ونجاته من الموت. الضمير المستخدم في السرد ضمير الغائب. الراوي، هل كان الراوي حاضرا أم غائبا؟ نعم، كان الراوي غائبا. والآن
وصلنا إلى نهاية الجزء الثاني من شرح هذه القصة الممتعة. ألقاكم إن شاء الله على خير في الجزء الثالث من شرح هذه القصة. أسأل الله لكم دوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.